بالنسبة لطريقة التأشير حتكون بعلامة صح داخل المربع أوكي. لو جت علامة الصح هنا حتلغى ولو غلطت لو أخطأت يحق لك أنك تأخذ ورقة جديدة أو تعطي ورقة جديدة بس ضروري مشاركة من أجل الوطن There's a lot of difficulties in front of the coming election of the National General Council because transferring the power from one person to the other part without the guarantee of the state, which we don't have the state. In Libya, during the time of Gaddafi, there was no state. There was only a cartoon state based on one single person. When he died, everything has collapsed. So that's why we have to build up everything from zero. With elections slated, the EU's new ambassador to Libya will have his work cut out. The absolute priority is the elections. The absolute priority is the presence and visibility of the EU. This is a milestone in Libya's long march toward democracy. The United Nations is proud to have assisted in the birth of an independent Libya. We will stand by you as you build a fully free and democratic state. تخلق من روح شهيد تخلق من نزف شريح تخلق من وجع فقيد لتضع أولى لبنات بناء ليبيا الحداثة ليبيا العدالة ليبيا الكرامة ليبيا الحرية وإرساء مبادئ القانون والديمقراطية يا ابن الساح وارجع
عبد الأفكار وين الجيش وينكم؟ ينزف ويعني ما توفاش على طول. فلما وصل المستشفى دخل يده في جيبه طلع التزدان متاعه قال لهم هذا تعطيه لأمي لما أمي تستحشني يعني تطلع وتتذكرني. وكانت عندها مفاتيح سيارة تسلموها لبوي قول لي أمي بوي سامحوني. قريبا بعد 4 ساعات توفى. إن هذا يصير هكي يعني بعد يقولوا ثورة وحرية هل هذه هي الحرية؟ المصالحة الوطنية الدماء اللي سالت هذه في ليبيا ودارت يجب أنكم المصالحة الوطنية أهم حاجة. يا عمي مستحيل مصالحة وطنية لما تكون في عدالة ما في مصالحة وطنية ما في عدالة اجتماعية ما في أمل ما في شمل في عدالة اجتماعية ما في عدالة وفي ما في شمل لا بد من المصالحة الوطنية لكن تأخذ عدالة اجتماعية في ناس إيديها ملطخة بالدماء لازم تحاسب فيما بعد فيما بعد فيما بعد المحاسبة حاسب كل شيء ما فيش حد يقول لكم لا المحاسبة لا جدي أنت كان اليوم بتحاسب وبتقتل والقتل اللي أمس وولمس من الشمال ومن الشرق من جميع القبائل ويلتم ولا بد من المصالحة الوطنية صحيح باي يا عمي رد تدخل لا أنت لا بد من هذا النقاب فنحن دائما في حرب مع القذافي وضد القذافي لأنه حاول تهميشنا ويخرجنا من خصوصيتنا اللي هي اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى. نحن أمازيغ يفترض أن يعترف بنا
ونحن شعب أصلي في ليبيا لا أنه همشنا. تنبنا درنا مظاهرات سلمية، مشينا درنا مؤتمرات، درنا كل شيء على أساس بس نطلبوا ترسيم اللغة الأمازيغية. من أنتم مرت فالأسف الشديد إلى الآن مظاهرات لا يعترفون بهذا. The Tuareg also in Chirara oil field, they closed it 4 days ago. The Amazigh of the Nafusa Mountains, they also closed the pipeline a month before we started here. The government just finished and they postponed the voting on our subject to next Sunday. Our agreement was already that the voting happens today on Tuesday, or we'd close the Green Stream pipeline, which will happen in an hour. قال وزير الاقتصاد الليبي اليوم الخميس ان ليبيا خسرت حوالي 6 مليار دولار بسبب الاحتجاجات في المواني والحقول النفطيه اللي خفضت من صادرات البلاد من الخام بشكل كبير. فهنا الشعب هو اللي مش عارف طريقه، صح متشوق انه يبي الحريه ويبي الاستقرار، لكن مش عارف طريقه ويتفاعل بسهوله بدون ما يدرس عواقب الاتجاه اللي هو بيمشي فيه. الناس بدوا يصير لهم حالات إحباط وبداي هذه محطة ثانية، محطة ثانية ما فيهاش بنزينة، الناس قاعدين محبطين، محطة ثالثة برضو ما فيهاش بنزينة. حاليا نحن في مرحلة التجهيز لانتخابات الهيئة التأسيسية اللي هي تبي تضع الدستور، لجنة 60 كيف ما يسموا فيها في ليبيا. شو نبوا؟ نبوا الاستقرار، نبوا الازدهار، نبوا الحياة الكريمة، نبوا الحرية. ما أنا شخصيا مش قادرة نفهم هم شو يبوا. إنهم يبوا يضغطوا قبل ما نوصل للدستور، أنا نعتبر هذا تدخل في عمل الدستور، وممكن يؤدي إلى نصف عمل الهيئة التأسيسية، يؤدي إلى التأثير سلبي على الدستور اللي نحن نحلم به واللي نبوه يكون لبلادنا. تبوا مثلهم مثل الناس الآخرين. اللون والصفات تكتسب من المكان، خصوصيات منصهرين في كل الناس في هذا المكان. المكان هو اللي جعل التبو تبو. ما الله يعني حلبة. الشعب الله اكبر ما تحزين يا ام
كان هنا نقول لمن قد يصل إلى نفوسهم بعض اليأس أو الإحباط من بعض الممارسات أو الإخفاقات، نذكرهم بأن لا يقنطوا من رحمة الله، وأن يتذكروا ها نحن اليوم نبدأ بانتخابات الهيئة التأسيسية التي ستصير دستور الوطن. يوم 20 الانتخابات دستور. طريقة الاختراع عندك هذه، احنا من احترامنا الليبيين، من احترامنا حتى يجي حد يكنس قدام الدكان ولا قدام حوشه وكل شيء تعتبر زي الاهانه. يا راجل احنا فاهموا فيها الطرابلسيه بالذات، اطلعوا راهو بنكنسوكم كنس بالاحترام بالعقل قاعدين، ما بوش نتكلموا بلغه السلاح. اطلعوا يا مهتم، اطلعوا يا كناسه، اطلعوا درت العاره. ما عادش فيه توافق، ما فيش توافق بين الحكومة والمؤتمر، ما فيش حاجة مكملة لحاجة، اللي هذا يغني على ليلى زي ما نقولوا احنا. الشعب هو الضحية، احنا قعدنا يعني مجرد زي ما نقولوا الساحة التجارب وخلاص. أيوة معك المفوضية الانتخابات، تفضلي. معلش احنا بنتخبوا تمام؟ تخبوا عن طريق التليفون ولا عن طريق تم تسجيلك أختي، سجلتي؟ لا والله يا استاذ هذا قرار يرجع لك انت، يعني انت بتختار الشخص اللي بتنتخبه. كم سجل على واحد؟ انا قصدي انت تقدري ترشحي شخص واحد بس يا اختي. واحد اوكي. باين انا بننتخب استاذ غدوه الانتخاب من الساعه 8 الصبح للساعه 7 العشيه ان شاء الله. هو يعني ما فيش ركما في ولا ما في المترشح الحق لانه يصوت بصوته نفسه يعني. ايه نفسه المؤتمر الوطني ماهوش جسم شرعي توا في البلاد، انت عارف ولا؟ انت يا سيد ما هو تصل فيه في سؤال ما ليش علاقة بي يا سيد. تخلط من المؤتمر الوطني انت؟ انا ما نختلف في المؤتمر الوطني يا سيد. ما تخلط من وين؟ تفضل معك فاضية. يا جردان معمر بس يا جردان. يا جردان. باي صحاب. تفضل. عياش الاخبار. تماما يا مسهل بيك. خيرك تكشع بشوي بشوي اخي وحيدة وحيدة. تفضل يا استاذ. ايوه وش خيرك تقول ما عندك شنو تدري يا محترم؟ اللجنه هذه 60 شخص هم اللي صيغ الدستور مش تبع المؤتمر الوطني. اي اذا انا ما عشت نبودين وما بشد على وجهه باين مش مشكله. السلام ورحمه الله. مفوضيه معك، تفضل يا سيد. الشركه تعرف ليبيا؟ لا غلط يا اخوي. لا براني إلى
تمام هذا الاجراء المعمول به طيب عندكم شيء شباب؟ في شيء حاجة ممنوعة سمينة ما عندك شيء؟ مية مية طيب انت؟ باي انتم كلكم تحبوا تورغه؟ ايه تبوا تروحوا تورغه ان شاء الله؟ ايه هيا تو انتم شنو تبوا يا صفيه؟ شنو تبوا انتم؟ تورغه تورغه ها؟ تورغه شنو تبوا؟ تورغه معناها ماش تبوا المخيمات؟ ايه نبي اسالكم عاد الدستور، في حد يعرف شنو هو الدستور؟ انا ما هو الدستور، نسالكم شنو هو الدستور؟ يحمي البلاد ما؟ شنو هو الدستور؟ ورقة مكتوبة عقد اجتماعي هيك يعني عقد وثيقة فيها كل شيء ها؟ هذه تورة قتل تورة خنبة تورة كذب شنو هي التور اللي دايرك؟ منها التور مرينا في حاجة مغر تشري مغر قتل ضنانة مغر خطف نسوينا احنا شنو قالوك الزملاء معمر احنا احنا جايين احنا عندنا منه شيء ما عندنا منه شيء الله لمن ولمن بس معمر امن ولمن هذا اللي فيه ماش ليبيين لو خون حتى في البحر ياكلنا الحوت خيرنا لمدونا حطونا في عمى بعضنا بعض نموت وموت وحدة وخلاص رقية نود تكلم شوي يمي عيشة من وصيك يا بلادي سو صاير فيك يا بلادي في جهادي وجلادي ادفعي كيد الاعادي والعوادي مسلمي اسلمي 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 قول المدى اننا نحن في ليبيا 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 بلادي انت ميراث الشجون لا عشت الدولاب فاسلمي انا على تاري جنود لا نغادي ان سلمتي من هنك Yeah.
يختار التوارك في كثير من قضايا حياتهم اليومية وخلال مواسم رحلاتهم عبر الصحراء الفضاءات الشاسعة اللامتناهية حتى تصور له أنه هو يعني جزء صغير من مكون طبيعي ضخم جدا اسمه الكون. تعدى على جاري ولما تعدى على قبيلة أخرى ولما تعدى على مدينة أخرى نقول أنا حر وأنا لأن أنا عندي سلاح وأنا عندي قوة وأنا عندي كذا. لا، الحرية هي شكل الحرية لازم أن نحترم حرية الآخرين. اعتقدنا أن الليبيين يحطوا يديهم في يد بعضهم يعني كل ويقعمزوا على طاولة واحدة يعني هي لازم من 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 مصالحة الوطنية ولازم من التسامح. لا يمكن أن تبنى دولة وكل واحد مثلا مصوب على يعني كل قبيلة لا يمكن أن تبنى دولة في وجود السلاح. وإننا نقوم بكافة المواطنين لأننا قادرين على احتواء أي موقف داخل عاصمتنا الحالية. إن ما يحدث هذه الأيام هو عبارة عن امتداد لمخطط ما يسمى بعملية الكرامة التي تهدف إلى إجهاض ثورة 17 فبراير وإلى عدم الاستقرار والإخلال بأمن العاصمة. السؤال الثاني، قوات المملكة تتحدث تقول إن من واجهتهم الظلم هم عصابات خارجة عن القانون، أنتم تقولون إنهم موالون اللواء المتقاعد خليفة حفتر. نعم. إلا فوضى كما الحولة ديال البلاغات والكتان كانت تقيم لم تقام ليبيا أساسا خلاص. هذه هي حس الحصيل أن من المدينة في ليبيا هي مدينة طرابلس العاصمة. نحن مش مستحيل حراهن ان حد يزعزع امن عاصمة مهما كانت السيطره مهما كان اي نوع الامن راهي الثروه والحياه الطبيعيه لن تقوم الا اذا قام الامن. نحن نريد تحكيم شرع الله، نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونسأل الله
الحكم ان شاء الله في هذه العام في ليبيا الطاهره. ونحن نتمنى من الدول العربيه اولا ومن جميع الدول العربيه ثانيا ان تقف موقف جاد لناحيه ليبيا، ناحيه ليبيا خطير ويمس الامن القومي العربي بشكل. هذه مشكلة خطير منها سريع أنا هنا وحتى مع الأبناء خليك فندي يا فن وقف الطريق هيك وقف يا شوي وقف الطريق هي وقفها طب هنا أهم حاجة التأمين بتاع الوزير والباقيين شنو يديروا لهم مدير مدير أسمع مدير من الطلبة بس يعرف من روحه من ضغطة والله ما شاء الله عليهم الموضوع جيني فاتح فان كيف شفت الكتاب ونكمل البرنامج هذاك كتابهم الرقم الشريعة هذا شيء تمام هو البرنامج اليوم كان مثلا ديوان المحاسبة تمشي هذه فرصة لا ما تشيء فرصة تعرف شنو هذا أنا ست شهور دمنا أنا اللي 50 واحد يجي من الأخير أنا اللي 50 واحد معي تبي الله العظيم لما تحرقها حرب
وبريد جنو جنا حصل لنا حاجة مو يجي جنا كل تاعنا تحور تاعي السياسة ما نحن مو يجي يدي جنا مرة قارن وضع شفافية عبر البريد الديمقراطية زي ما شفافية يبنى سيدا تبغى عنده 17 فبراير ما عنده سبب كيف تنضل عوك بغي عنده تقوين عنده عطرة بياني دبو نقص تتدر تي ولا يو ينطرة حقا عنده قوشن دي تهو تنضل شو قيبوك عنده أبدا عمرك قيب دهما تنضل دي ما تيكو أنا أصبا عندنا كبات دار أصبا عندنا أدا عندر تيها أدا ينامكو قيبا نوا قلو كي نما عنده ينو Apa pas na asapan dalam tadar, yo gimun dalam tadar, dengan dalam tadar, tentang si gay, kau yang nolat dertuna, dertiat tuan tu. Kui numan terni, assalam marat numan terni, awon numai kuhani, dah mana kui hati tu besar ni, ya sendiri ni, siap teri. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير بلادنا الحبيبة ليبيا ويوطن الأمن والأمان